السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي. لا أقدمها من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، ولا أقدمها هروبا من الواقع، بل أقدمها لنصحح بها الواقع، لأننا نعيش زمانا قست فيه القلوب وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب، وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت، بل وانحرف فيه كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات، وظن كثير من الناس أن الحياة تنتهي بالموت، وتناسى هؤلاء أنهم سيبعثون بعد الموت ليقف الجميع بين يدي ملك الملوك جل جلاله للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكنت قد توقفت مع حضراتكم بالأمس في الحلقة الماضية مع نفخة البعث، وقد أمر الله جل جلاله إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثالثة، ألا وهي نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأول من يبعث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع، بأبي هو وأمي وروحي. اسمع الرواية تاني، رواية جميلة أوي. أول مخلوق يبعث في هذا اليوم هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع ومشفع. إذا بعث الله الخلائق جميعا، وقد توقفنا مع هذه المشاهد التي تخلع القلوب، يبعث كل عبد على ما مات عليه، من مات على طاعة يبعث في هذا اليوم على نفس الطاعة التي مات عليها، ومن مات على معصية يبعث في هذا اليوم العصيب الرهيب على ذات المعصية التي مات عليها، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: يبعث كل عبد على ما مات عليه.
منهم من يبعث والنور يشرق من وجهه ومن أعضائه وبين يديه وعن يمينه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومنهم من يبعث والظلمة تحيط به من كل جانب إلى آخر هذه المشاهد التي ذكرتها بالأمس ولا أريد أن أكررها مرة أخرى. أيها الأفاضل، بعث الله الخلائق جميعا من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة. يا الله، عاوز حضرتك تتصور البشرية كلها وقد تزلزلت الأرض ليخرج من في باطنها ليقف بين يدي الله جل وعلا. تجمعت البشرية كلها وإذ بالملك جل جلاله يرسل ملكا من ملائكته ليقود البشرية كلها إلى أرض المحشر، إلى أرض جديدة. يا الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وصف لنا نبينا المختار بأبي هو وأمي وروحي هذه الأرض وصفا دقيقا، فقال كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. لا والله، توضح لنا المعنى ده. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، أرض جديدة لم يسفك عليها دم محرم ولم ترتكب عليها خطيئة. الله أكبر. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرض بيضة، بيضة، أرض صافية البياض شديدة البياض كقرصة النقي، يعني كالدقيق الأبيض الشديد البياض الخالي من الغش والنخالة. شايف الوصف النبوي؟ يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. قال سهل بن سعد الساعدي: ليس فيها معلم لأحد، يعني ما فيش فيها العلامات التي كنا نعلم بها الشوارع والطرقات في أرضنا أو في دنيانا. لا، ليس فيها معلم لأحد، لا في بيت، لا في شجرة، لا في نهر، ما في شيء أبدا. يوم تبدل الأرض غير الأرض، أرض تانية خالص تختلف تماما عن الأرض التي عاشت عليها البشرية أو عاش عليها البشر آلاف 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 السنين. الله أكبر. يحشر الناس في مشاهد عجيبة. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، لأننا قلت قبل كده إن لا يستطيع أحد أن يتكلم في مثل هذه الأمور الغيبية إلا بدليل من كلام الله جل وعلا أو من كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الترمذي وغيره بسند حسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف. خلي بالك عشان تعرف من أي صنف أنت، أسأل الله أن يستر علي وعليك. يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاه يعني يمشون على أقدامهم، وصنفا ركبانا يركبون لا يمشون على أقدامهم في أرض المحشر، وصنفا على وجوههم. الله أكبر. يأتي الملك ليقود البشرية كلها إلى هذه الأرض الجديدة، إلى أرض المحشر، لا يتخلف أحد ولا يتخلف بشر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. حدش يقدر يتخلف. سائق
يقودك ويدفعك دفعا وشهيد ليشهد عليك بين يدي الملك الحق جل جلاله. قال سبحانه: ويوم نسير الجبال. رب سلم الجبال، نعم خلاص بدلت الأرض ودكت الجبال بالأرض وصارت كالعهن المنفوش كالصوف الممزق المبعثر. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب. يا رب سلم. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وسنقف مع هذا المشهد وقفة متأنية إن شاء الله جل وعلا. يقود الداعي هذا الملك الخلائق كلها إلى أرض المحشر، ويبدأ الناس في هذا التصنيف العجيب، يحشر صنف من الناس على قدميه يلا في أرض المحشر في هذا الهول الرهيب في هذا الكرب العصيب، وصنف بمجرد ما يبعث من القبور يرى ملائكة العزيز الغفور في استقباله وانتظاره، وقد هيأت له من ركائب الآخرة ما لا يعلم جمالها وجلالها إلا من أعدها. الله أكبر. من دول هؤلاء السعداء؟ من هؤلاء الذين إذا بعثوا من القبور وجدوا ملائكة العزيز الغفور في استقبالهم وانتظارهم؟ عشان ما يمشيش على رجله في أرض المحشر ولا خطوة واحدة. من هؤلاء؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الله، المتقون أهل التقى، أهل امتثال الأمر، أهل اجتناب النهي، أهل الوقوف عند حدود الله جل وعلا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا. التقي بمجرد ما يبعث من قبره ربما يكون فقيرا لا يجد دراجة عجل بسكليت بلغتنا، يعني لا يجد دراجة ليركبها في هذه الحياة الدنيا، وربما لا يجد حمارا ليركبه في الآخرة، لا يمشي خطوة واحدة على قدميه بل يجد من ركائب الآخرة ما قد هيئ له والملائكة في استقباله وانتظاره لتقول له اركب، لتبشره بهذه البشرى. ما تخافش، ما تحزنش، ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا رب، يا رب اجعلنا منهم يا رب. وأبشروا بالجنة. يا الله، يبشر بالجنة هو لسه خارج من القبر، يبشر بالجنة استقبال آخر، استقبال مختلف تماما. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ متقون يسألون من أنتم؟ أنتم مين؟ بشركم الله بالخير. فيأتي الجواب: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. الله، اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين. يا سلام، الناس في فزع في رعب، لكن المتقين في أمن وأمان. إذا شعر الناس بالفزع والخوف ترى المتقين في أمن وأمان. قال جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين. لا يفزعون ولا يحزنون إذا فزع الخلق وإذا حزن الخلق. طب الصنف الثالث، صنف حشرة إلى أرض المحشر على قدميه، وصنف حشر إلى أرض المحشر على ركائب الآخرة والملائكة في استقباله بهذه الحفاوة وبهذه البشريات. أما الصنف الثالث، يا الله، أول ما يبعث من القبر يحشر على وجهه. حضرتك متصور معي المشهد ده؟ والله العظيم مشهد يخلع القلب.
تصور انت ماشي كده في ارض المحشر او راكب ربنا شعلات من المتقين، تن ترى صنفا من الخلق امامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك يمشون على وجوههم، على وجوههم ترى رجله لأعلى ووجهه على الأرض، مشهد عجيب. قال الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم، عميا وبكما وصم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. النبي عليه الصلاة والسلام بيسألوه في رواية الترمذي قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم. قالوا: يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم في الآخرة على وجوههم؟ وفي رواية البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه، يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قالوا: يا رسول الله كيف يحشر على وجهه؟ فقال: بأبي هو وأمي وروحي، أوليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ أوليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة: قلت بلى وعزة ربنا، وأنا وأنتم جميعا نقول بلى وعزة ربنا إنه لقادر. مشاهد رهيبة، صنف راكب معزز مكرم، أهل الإيمان، أهل التقى، أهل الاستقامة، أهل التوحيد، أهل الاتباع، وصنف يمشي على قدميه وصنف يمشي على وجهه. فإذا ما وصلت الخلائق جميعا إلى أرض المحشر، وأرجو بالله عليك أن تعيش معي الليلة بقلبك وسمعك وعقلك وكيانك كله، وأنت ترى البشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة تقف في أرض واحدة في موقف واحد، وصلت البشرية إلى أرض المحشر ثم دنت الشمس من الرؤوس، لا يعلم حقيقة هذه الشمس إلا الله، إلا الله، وإلا فربنا جل وعلا قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال النبي المختار كما في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تدنى، أي تقترب، أي تقترب، تدنى الشمس من الرؤوس بمقدار ميل. يا رب سلم، ميل أهو ميل المسافة، أهو الميل المسافة المعروفة، أم هو الميل الذي يكتحل به في العين، ميل المكحلة؟ الله أعلم بمراد رسوله. قال: تدنى الشمس من الرؤوس يوم القيامة حتى تكون على رؤوسهم بمقدار ميل، فيغرق الناس في عرقهم كل بحسب عمله، فيغرق الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فيه. يا الله، بعدين يزداد الهم بعد كده ويزداد الكرب، بعد كل ذلك في كرب تاني أشد. أيوة، ما هو هذا الكرب؟ يؤتى بجهنم. يا رب سلم، بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال الصادق الذي يصف لنا أهوال هذا اليوم وصفا دقيقا كأننا نراه، قال: بأبي وأمي وروحي، كما في صحيح مسلم: يؤتى بجهنم. يا الله، يؤتى بجهنم فين؟ إلى أرض المحشر. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام،
مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الحديث في صحيح مسلم، أنا لا أقول قصة بل أقول حديثا صحيحا في أعلى درجات الصحة، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يا رب سلم. إذا رأت أيها الأفاضل جهنم الخلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب ربها جل جلاله، فإن الحق سبحانه وتعالى يغضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كما قال رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين. يا ربي، شمس فوق الرؤوس، الناس غرقانة في العرق، الناس غرقانة في العرق، جهنم عمالة تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا، الخلائق في رعب رهيب لا يعلمه. لا أستطيع مهما أتيت أن أبين لحضراتكم شيئا ولو يسيرا من هذا الهول والفزع الذي يصيب البشرية كلها بلا استثناء، حتى الرسل، حتى الرسل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول بعض الخلائق لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: ائتوا آدم أبو البشرية. فيأتون آدم اللي بيحكي لنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، شوف بيوصف لنا وصفا دقيقا واضحا، قال عليه الصلاة والسلام: فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدت لك. أي كرم هذا؟ خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدت لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم أبو البشر الذي نفخ فيه من روح الله، الذي أمر الله الملائكة بالسجود له، فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي. آدم أيها المسلمون يقول: نفسي 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 نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، قال الحبيب المصطفى: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول رسل الله إلى الأرض، أنت أول الرسل إلى الأرض، فاشفع لنا إلى ربك، وقد سماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، قال الحبيب المصطفى: فيأتون إبراهيم ويقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وأنت خليل الله من أهل الأرض، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول الخليل: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويذكر إبراهيم وكذباته، ثم يقول: نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى عليه السلام ويقولون: يا موسى، أنت رسول الله وأنت كليم الله، اصطفاك على الناس برسالاته وبكلامه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله
ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام ويقولون: يا عيسى، أنت نبي الله وأنت روحه، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أنت نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ولا يذكر عيسى ذنبا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أي عيسى، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب: فيأتوني فيقولون: يا رسول الله، أنت خاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقوم الحبيب المصطفى بأبي وأمي وروحي ويقول: نعم، أنا لها أنا لها أنا لها. قال: فأآتي تحت العرش فأخر ساجدا لله جل وعلا، ثم يفتح الله علي من المحامد وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فينادى علي: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، صلى الله عليك يا رسول الله. يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه كل نبي مرسل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. تتجلى كرامته ومكانته بأبي وأمي وروحي في هذا الموقف العصيب الرهيب، حيث يقول الخليل إبراهيم نفسي، ويقول موسى الكليم نفسي، ويقول عيسى نفسي، ويقول نوح نفسي، ويقول آدم أبو البشرية نفسي، ويقول الحبيب أنا لها. هذه كرامة رسول الله عند الله، ومكانة حبيب الله عند الله. يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول الحبيب في رواية الصحيحين: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فيقدم الحبيب أمته على جميع الأمم. يا الله، الأمة التي لم تعد تعرف قدر نبيها صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله جل وعلا. والله لو عرفت الأمة قدر نبيها ما كان هذا حالها. آه، لو عرفت الأمة قدره وعادت إلى هديه، فامتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حده والتزمت شريعته ونشرت دعوته. والله لو فعلت ذلك ما تطاول قزم هنا أو هناك أو هنالك على قمة القمم وعلى درة تاج الجنس البشري كله، ما تطاول هؤلاء الأقزام على رسول الله إلا لتقصيرنا نحن.
وإلا بذنوبنا نحن، وإلا بابتعادنا نحن عن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث الصور الطويل الذي خرجته آنفا في الحلقة الماضية، الذي رواه أبو يعلى الموصلي والبيهقي والطبراني والطبري وغيرهم، وفي سنده ضعف من باب الأمانة العلمية، ففي سنده إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، وفي سنده أيضا محمد بن زياد وهو مجهول. في هذا الحديث يقول الله جل وعلا لحبيبنا المصطفى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول الحبيب: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك. الله أكبر. فاقض بينهم. هذه الشفاعة العامة، شفاعة للأمة وشفاعة عامة لكل الخلق، لكل البشر. آه لو عرف البشر، كل البشر، قدر سيد البشر. رسول الله يشفع لكل البشر ليقضي الله عز وجل بين الخلق، حتى لا يقف الناس هذا الموقف الرهيب العصيب في أرض المحشر. فيقول الله عز وجل: قد شفعتك، أنا آتيكم لأقضي بينكم. الله. قال الحبيب: فأرجع فأقف بين يدي الناس أو بين الناس. عاوز حضرتك تعيش بقى معايا الموقف ده. الرسول عليه الصلاة والسلام عاد ليقف مع البشرية في أرض المحشر، وتبدأ ملائكة الله جل وعلا في التنزل لتحيط بالخلائق صفوفا صفوفا من كل جانب، ثم يتنزل حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يتنزل حملة العرش كما في حديث الصور الذي خرجت آنفة، وهم يسبحون الملك ويقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من كتب الموت على الخلائق وهو الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس قدوس رب الملائكة والروح. فيقول أهل الأرض للملائكة: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا، كلا، وهو آت إتيانا يليق بكماله وجلاله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. لا تعطل صفة المجيء، ولا تشبه، ولا تمثل، ولا تجسم، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتنزل الملك تنزلا يليق بجلاله، تنزلا يليق بكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. جل عن الشبيه، جل عن النظير، جل عن المثيل. لا كفؤ له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له. قل هو الله أحد. أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في كل شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يتنزل الملك جل جلاله، وينصب العرش والكرسي حيث شاء وأراد ربنا تبارك وتعالى، ثم يهتف وينادي الحق ويقول جل جلاله: أيها الناس، أيها الناس، لقد أنصت إليكم كثيرا منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع صوتكم
وأرى أعمالكم، أسمع صوتكم وأرى أعمالكم، فأنصت اليوم إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال جل جلاله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة. والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبان: اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التوحيد والإيمان. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هل تدرون أيها الأفاضل من هو أول من ينادي عليه ربنا جل وعلا في هذا اليوم الرهيب؟ إنه آدم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل يا آدم، ينادي في هذا اليوم يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير بين يديك. فيقول الملك: أخرج بعث النار من ذريتك. يا رب سلم. أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول آدم: يا رب وما بعث النار، يا رب وما بعث النار. فيقول الله جل جلاله: من كل 999. قال المصطفى: وعندئذ يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شق ذلك على أصحاب النبي وهو يروي الرواية، قالوا:
وأينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال أبشروا أبشروا، فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة، فقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة، فقال إني لأرجو أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة، فما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ثم ينادى على نوح كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أيضا أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة في هذا اليوم يا نوح، فيقول لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول الله عز وجل له هل بلغت قومك، وهو أعلم سبحانه، فيقول نعم يا رب، فيدعى قومه فيقول الله عز وجل لقوم نوح هل بلغكم نوح، فيقولون لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، ما شفناش نوح أبدا، ده 950 سنة دعوة، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك كلهم شفناهوش، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. يا الله موقف عصيب. فيقول ربنا لنبي الله نوح من يشهد لك يا نوح، فيقول نوح محمد وأمته. الله يشهد لي محمد وأمته. قال الحبيب فتدعون، تدعى الأمة الميمونة المكرمة فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، وأشهد عليكم، فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل. في رواية ابن ماجه بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم فتسأل الأمة ما الذي أخبركم أن نوحا بلغ قومه، نحن لم نرى نوحا ولم نشهد نوحا، فكيف نشهد له بالبلاغ؟ فتقول الأمة الميمونة جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل بلغوا قومهم فصدقناه. الله جاءنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبلغنا أن الرسل أخبروا قومهم فصدقناه، آمنا بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغنا قصة نوح الطويلة في أكثر من صورة من صور القرآن الكريم. ثم ينادى على عيسى. يا الله يا عيسى ابن مريم، يقول الملك جل جلاله له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ثم ينادى على جميع الرسل. الرسل نعم، يوم يجمع الله الرسل في هذا اليوم، فيقول جل جلاله ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. يا الله شوف الفزع والرعب اللي فيه الرسل، قالوا لا علم لنا، ما نعرفش حاجة، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يا الله فلنسألن الذين أرسل إليهم، طيب خلاص الذين أرسل إليهم إحنا هنسأل، ولنسألن المرسلين حتى الرسل حتى الأنبياء، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. موقف صعب قوي، يعني مجرد الحديث عن الموضوع يصدع القلب.
الشمس فوق الرؤوس وجهنم عمالة تزفر والملك جل جلاله بينادي على آدم وأخرج بعث الناء. موقف صعب صعب جدا والله العظيم، لا استطيع بليغ مهما آتاه الله من البلاغة وفصاحة البيان وجميل التبيان، والله لا استطيع أن يجسد أو أن يعبر عن شيء من هذه المعاني كما هي كما هي. عاوز أقول لحضرتك أن في ظل هذا الرعب وفي ظل هذا الموقف الرهيب، شمس وجهنم، ما فيش بحار ولا أنهار ولا أشجار ولا بيوت، أرض بيضة زي الدقيق الأبيض، لم يرتكب عليها ذنب ولم يسفك فيها دم محرم، والناس غرقانة في العرق. وفي ظل هذا الرعب ينادى على مجموعة من الخلق ليظلهم الله جل وعلا في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. حضرتك متصور معايا الموقف ده؟ عايشة معايا الموقف ده أيتها الأخت الفاضلة؟ بقول لحضرتك في وسط الرعب ده مجموعة كده تتقدم بينادي عليها الملك عشان يستظله بظل شجرة؟ لا، بظل عرش الملك، يبقى تحت العرش. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويستظل بظل عرش الملك جل جلال ربي مجموعة من الخلق. مين دول؟ يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلني وإخواني وأخواتي منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبعة، دي رواية، يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. مين دول؟ إمام عادل، حاكم عادل. شوف مكانة الحاكم العادل فين؟ الإمام العادل الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته في ظل عرش الملك، إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله، الله، أبشر أيها الولد والابن الحبيب، يا من استعليت على شهواتك، يا من استعليت على الشبهات وقبضت على الدين وكأنك تقبض على الجمر وسط هذه الفتن، أبشر والله العظيم بشرة. لو حبست نفسك حتى تلقى الله، والله لا يساوي هذا في جانب هذه البشرة أي شيء. شاب نشأ في عبادة الله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. الله، يطلع من المسجد ومستني الساعة اللي هيرجع عشان يصلي الفرض تاني، قلبه متعلق بالمسجد وكأنه قنديل معلق في سقف بيت من بيوت الله، يعني القلب عمال يهوى إلى العودة إلى بيت الله، بمجرد ما تنتهي الفريضة ويخرج إلى عمله يبقى مشتاق أوي إنه يرجع البيت تاني، بيت يرجع إلى بيت من بيوت الله مرة تانية. ورجل قلبه معلق بالمساجد، يحب المساجد، مرتبط بالمساجد. ورجلان تحابا في الله، تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من هذا الصنف. ما أحببتني أنت أيها الحبيب إلا لله، وأنا والله ما أحببتك إلا لله، وأنا لا أعرفك لكني أحب كل موحد لله تبارك وتعالى في الله عز وجل. ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني ليفعل بها الفاحشة، فقال إني أخاف الله، يا الله، فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل مخلص لا يبتغي بعمله إلا وجه الله.
ولا حرج أن تتصدق في العلانية إن أردت أن يقتدي بك غيرك من أهل الفضل، لكن هذا الرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تبو السابع، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تبقى لوحدك كده تتذكر عظمة الله وجلال الله فتبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. لا يدخل النار أحد بكى من خشية الله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا وياكم ممن يبكون من خشيته وممن يبكون من جلاله وعظمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب في حد تاني؟ أيوة فيه، ده فضل ربنا كبير أوي على الأمة دي. فيه ناس تاني هتستظل بظل العرش، تستظل بظل العرش. أيوة مين تاني؟ الله يفتح عليك ويفتح علينا جميعا بما يرضيه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ حب في الله. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. شايف الحب في الله غالي يا غالي أوي أوي أوي. ينادى على أهل الحب في الله: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. طب في حد تاني؟ أيوة فيه. روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا، رجل اديته مبلغا من المال ومش قادر يرد، فأنت بتمهله بس بدون زيادة بدون ربا، تقول له: لا إن شاء الله ما عليك، أما ربنا يكرمك هات لي الفلوس، وبأسلوب جميل وبطيب خاطر وبرضا بدون تبكيت وبدون من وبدون تجريح وبدون إذاء، لا ما تخافش ما تشيلش هم يا أبو فلان، إن شاء الله وقت ما ربنا يوسع عليك رد الحق الذي عليه. جميل. وبعدين سنة تانية الرجل لا يستطيع السداد، يقول له: تجاوزت عنك. الله تعالى بقى تعالى، لا ده أنت مش أكرم من الملك، لست أكرم من الله جل جلاله، فتكون كرامتك يا من أنظرت المعسر وتجاوزت عنه أن يظلك الله جل جلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الله، مشهد يعني يريح القلب وسط هذا الذهول والرعب والهول. ثم يبدأ الحساب، ومشهد الحساب من أرهب مشاهد القيامة. يبدأ الحساب، ويبدأ الحساب بالعرض على الملك الوهاب، ويبدأ العرض بتطاير الصحف والكتب. أقول تاني عشان تعيش معاه الأحداث. بعد الحشر وبعد هذه المواقف والمشاهد التي ذكرت، يبدأ الحساب، ويبدأ الحساب بالعرض على الملك الوهاب، ويبدأ الحساب بالعرض على الملك الوهاب جل جلاله، ويبدأ العرض بتطاير الصحف والكتب. روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: ليس ذلك الحساب يا عائشة، إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. روى البخاري ومسلم حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه
فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يبدأ الحساب، وقبل أن يبدأ الحساب يدعى فريق من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قبل الحساب ليدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا لا لا، تاني فيه صنف من الأمة مش هيتحاسبوا؟ لا، معقول الكلام ده؟ مش هيعرض على الله جل وعلا ويحاسب بين يديه تبارك وتعالى عملت كذا وكذا وما كذا؟ لا 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 لا، مش ممكن. من أرض المحشر إلى الجنة بغير حساب وبلا سابقة عذاب. نعم نعم، من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، من هؤلاء؟ نعرفهم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء، وطاعته شفاء، وهديه غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إني أسألك في هذه الليلة الكريمة المباركة اجبر كسر قلوبنا، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تفرج كروبنا، وأن تستر نساءنا وأخواتنا وبناتنا، وأن تصلح شبابنا، وأن تهدي أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.